السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا يا شباب. وفي الحلقة هذه إن شاء الله راح نتكلم عن كيفية زيادة أداء المعالج. الطريقة إن شاء الله هذه راح تكون آمنة جدا على جهاز الكمبيوتر، وأيضا راح تصلح للأشخاص اللي يستخدمون لابتوبات وحتى أيضا الديسكتوب أو البي سي القديم أو حتى الجديد، لكن بالأخص أركز على القديم لأن القديم راح يعطيه بوست أو يعطيه زيادة في الأداء بشكل كبير. البرنامج اللي راح أتكلم عنه اليوم مجاني، ما راح يأثر بأي شكل من الأشكال على جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب، بل بالعكس راح يعطيكم أداء أفضل. خلونا نروح على كيفية تنزيل البرنامج وعلى كيفية تنصيب البرنامج وشو عمل البرنامج. بحط لكم أنا موقع البرنامج في الديسكريبشن اللي بيتفصل بالضبط شو دور البرنامج هذا. البرنامج هذا راح يقوم بإعطاء الكور الموجود أو تشغيل الكور الموجود في CPU، لأن النظام اللي موجود مثل ما تلاحظون أمامكم شركة مايكروسوفت، النظام اللي موجود عندها من سنة 2008، النظام اللي موضوع هذا يقوم بحصر الكورز، فالنظام هذا راح يشيل الحصر هذا من CPU ويخليه يقوم بالعمل. فاللي بيكون عنده الكور مغلق، وظيفة البرنامج هذا انه يقوم بتشغيله، فهذه الوظيفة الوحيدة للبرنامج هذا. ابدا ما راح يأثر باي شكل من الاشكال على جهاز الكمبيوتر، بل بالعكس راح يركز على المعالج ويعطي المعالج اداء اكبر وافضل. وهذا الموقع بحط لكم في الديسكريبشن حتى اللي بياخذ فكرة عن البرنامج. الآن نجي لعملية تنزيل البرنامج. تنزلون تحت في الأسفل، بعد ما تنزلون في الأسفل مثل ما تلاحظون البرنامج هذا عدة إصدارات، إصدار 2.1.2.0، فنحن بناخذ الإصدار الأخير، بنضغط على الخيار هذا. يمكن يفرق عندكم انتوا اللي يشوف بتاريخ اليوم، يمكن بعد 7-8 شهور ينزل تحديث جديد وراح يتغير شكل البرنامج، لكن الفكرة الأساسية من البرنامج الفكرة وحدة والبيسكس والأساسيات وحدة. نضغط على الخيار داونلود أبليكيشن وبعدها راح يتحمل البرنامج. الآن بنقوم بعملية تنصيب البرنامج على جهاز الكمبيوتر. أنا راح أسرع العملية هذه حتى ما أطول في الفيديو، وأحاول يكون الفيديو بشكل مختصر. بعد ما يتحمل عند كل برنامج على الجهاز الخاص بكم، نضغط على الخيار اللي هو لانش CPU Core Parking .exe، بعدها على Finish، بعدها راح يشتغل عند كل برنامج مثل ما تلاحظون أمامكم. ننتظر إلى ما يشتغل عندكم البرنامج. البرنامج هذا الآن يقوم بالدخول في ملفات الريجستري والتعرف على الكورز الشغالة واللي مش شغالة. مثل ما تلاحظون عندكم أنا الآن عندي شغال بنسبة 100% سواء الكور اندكس أو التربو بوست أو حتى الفريكوينسي سكيلينج اندكس، فالجميع هذه معطاية عندي 100%. أما إذا عندكم أنتوا أقل عن 100% أو 60% أو 70% في أحد الثلاث خيارات، خيار واحد، خيار اثنين، خيار ثلاثة، أي واحد من الثلاثة هذه عندكم أقل عن 100% شيء حاولوا تخلوه لا 100%، وبعدها تضغطون على ابلاي، وبعد ما تضغطون على ابلاي تسوون ريفرش حتى تتاكدون من ان الامور اللي انتم اخذتوها تم تاكيدها، بعدها تضغطون على ابلاي، وبالطريقه هذه انتم قمتوا بتشغيل الكور او السي بي يو اللي عندكم لاقصى حاجه. مثل ما تلاحظون الانترفيس او واجهه البرنامج، الخيار الاول بحط لكم انا في الديسكريبشن يا شباب كيفيه تفعيل الالتيميت بيرفورمانس. الخيار هذا يحدد لك نوع الطاقه اللي بتروح للسي بي يو، فانا الان بحط لكم في الديسكريبشن كيفيه تفعيل خيار التيميت بيرفورمانس. اذا ما كان عندكم التيميت بيرفورمانس موجود، لكن انا بحط لكم في اسفل الفيديو بامكانكم انكم تفعلون الخاصيه هذه. اما اذا ما كانت موجوده عندكم فاختاروا هاي بيرفورمانس او اقصى اداء، فتختارون انتم اقصى طاقه. ومثل ما تلاحظون امامكم السي بي يو داتا، معلومات السي بي يو او المعالج، والخيار اللي بعده سرعه السي بي يو، عندي انا 4.6 تقريبا، والمعلومات الخاصه
في السي في بشكل عام، لكن البرنامج هذه وظيفته الأساسية هو يعطي للسي بي يو أو المعالج الخاص في اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر أقصى لمت وأقصى طاقة يستطيع أن يعمل فيه. وبهذا وصلنا إحنا لنهاية الفيديو، وبغينا مشاركتكم وأيضا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا تنسونا في اللايك والسبسكرايب والشير، وفي أمان الله.